فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب؟ هذا قلنا أن الأصل هي الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه للاستحباب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.